ايش ذا؟ ايش هذا العصا قدام باب بيتي؟ ها؟ ايش من عيال بني ادم عيال الحافه هذه؟ يحطوا العصا قدام باب بيتي؟ مالك مالك يا عم طلعك معصب وتصيح، ايش في؟ من اللي عصبك؟ شوف قدامك ها؟ قبل العصا هذه قدام باب بيتي كنت بتحنقل فيه به، كانت رجلي بتنكسر مره ثالثه. شوف قدامك هذا عيال بلا تربيه. هذه مش عصا. الله يلا. ايش من عيال هذول بني ادم؟ يا عم مطر هذه يرعه يقطفوه بالديمن، الديمن. ايوه اسمه ديمن. هذه حق الديمن قرعه. أيوة. ها. تقطف ديمن؟ انت اللي تقطع الديمن تطلع فوق الحوش حقنا. تتخاوصوا على عرق؟ مالك يا ابني ايش؟ تتخاوص على من مالك؟ انت صلي على النبي مالك؟ عادك كمان تصيح وتتقارح؟ والله لو ما انتم كبار بالسله افحلكم فحل. احترم نفسك بالهباله، انا ما بنزل لك. خالد برسلي فاهم معه. فهم معه انا ما ضاربش من برا الحافه، اسمع ارجعوا يوقشونا من صدق، اهدا يا عم مطر سايرهم. اخفى عليك خزيت بنا. ما تتحملوش تكمان مني يا حاج، انا الان بوديكم الشرطه، هم اللي بيتفاهموا معاكم. تودي الشرطه ما مالك؟ يا حاج شو باخر زمن؟ اصبر يا ابني. طلعوا انا مدخلني. اصبر يا عيالي. انا مدخلني. مشكلة. ما اصبروا مالا الله يرضى عليكم، اصبروا يا عيالي. ما اسمعني ما فهمونا. انا ماليش دخل. الله يهديكم يا عيال. مو دخلني يا عم طارق. اصبر يا اخي عند